طيبه خالصه من القلب من عن طريق تيفي. ها انتم كتشوفوا هذه الزيارات اللي زرنا اليوم، زرنا الاخ ديالنا وحبيبنا وصديقنا السي مرزاق. السي مرزاق مرحبا بك في هذا النهار المبارك السعيد. مرحبا بكم. وكطلب معنا حتى انت الله في هذا الشتاء ان شاء الله باش يجيب واحد الامطار ديال الخير والبركه والتيسير، لان هذا الجفاف اللي راه ضرب ضرب قاصح بزاف هذا العام. يعني هذه المنطقه الشرقيه راها الجفاف تقريبا بدا من العام اللي فات، ولكن هذا العام كاع قال لهم كي قالوا العربيه ديالنا رقدوا نغطيكم. المهم نتمنوا الخير والبركه لهاد الناس وصحه والسلامه وطول العمر، وكنتمنوا باش حتى هاد الدوله وزاره الفلاحه والاصلاح الزراعي تشوف معاهم، لان الغنم ديالهم راه دابا كيشريو 22500 شكاره، شكاره واحده 22500، ويلا ما شكاره وحده الغنم ديالو ما غادياش تعشيها، ولا لان علاش خصو على الاقل 4 ولا 5 شكاره. هاد الناس هادو مساكين غادي يجيبوا هاد الشيء باش غادي يكافئوا هاد الغنم ديالهم؟ وانما الحكومه خصها تشوف دير واحد الدعم لهاد الناس، تعاونهم باش الناس ان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير في هاد الارض. انتم حاليا كتشوفوا الخرفان عندهم صغار وماتهم سارحينهم برا ما كيلقاو ما ياكلوا. هادوك الخرف الصغار اللي كتشوفوا ورانا راه ماتهم ما عندهم ما ياكلوا، كيتمناو راه غير كيتلقوهم يدوروا وخلاص باش يعني ما يتشكلوا كما كنقولوا حنا، ويبقاو يدوروا شويه ويردوهم كيردوهم للحاضره ديالهم اللي هي كيسميوها العشه، ياك الغلم البلاصه كيجمعوا في هاد البلاصه وكيقولوا لها العشه. درك اخي الكريم المشاهد الله يجازيكم بخير، تدعمون هاد الصفحه دائما بابوني والجرس وهذا الشيء، ودعمونا حتى بلي كومونتير ديالكم، لان علاش باش يراعيوا شويه لهاد الجهه الشرقيه اللي ضربها هاد الجفاف وتراعي لهاد الدوله بعين الاعتبار وعين الرحمه، لان راه ماشيه مساكين غير للزيار الزيار ليلى محمد رسول الله. وكتشوفوا هاد الناس ديال البوادي الا مشاو حتى هما دخلوا للمدينه، يعني هاد الشيء راه بقات غير واحد الفئه قليله ما بقاش بزاف، يعني هاد الجهه كتركز على تربيه المواشي بزاف، وتربيه المواشي بزاف اللي كتركز عليها ما بقاش للمشيه ما تاكل، يعني غادي تنقار وغادي نضطروا تبقى الدوله تجيب يعني تصدر من برا تجيب من الخارج داكشي الخارج ما خدامش، لان حنا هنا معروفه الغلمه ديالنا كتاكل الاعشاب وكتاكل هذا واللحم ديالها جيد. واخا كنقولوا النعجه، النعجه هنا ماشي مضره، كيجيو الناس من الغرب كياكلوا النعجه تما كيبغيو يموتوا، كيجيو هنا كياكلوا النعجه ما كدير لهم والو. وبالتجريب هذا الشيء، وهذا الشيء تجريبي وماشي كنهضروا غير هاك، وانما بواحد الهضره اللي هي صحيحه، لان كاين بعد نقول بحد المستملحات بلا ما نذكركم الاسماء كانوا جاوا شي ناس من الغرب وكانوا كيقولوا النعجه كتقتلهم، ولكن واحد المره بالفعل درت لهم العشاء ودرت لهم العشاء بالنعجه وتعشاو وكلاو وشربوا وما قلت لهمش بان نعجه حتى للصباح. السي مرزاق ملي فاقوا قلت انا غادي يصبحوا مراد هاد الناس مطحطحين مدقدقين، حتى لقيتهم صابحين كيجريو كي داير اسيدي عشاء عندك برع من داك الشيء رفع، قلت لهم برع، قال لي واه ودي راه بالنعجه، لان احنا النعجه واخا كنقولوا لها بدك المصطلح نقشبوا عليها ام كلثوم ما كضرناش كناكلوها. المهم باختصار نطلبوا الله هو يغيثنا ان شاء الله ونعمنا، ونطلبوا ربي يعاوننا، ولكن العبد يكون عاود سباب حتى سبب لهاد الناس شويه باش ما يوصلوش لديك الحاله اللي يكملوا الهجره للمدينه. وهانتوما كتشوفوا بان هنايا ولفوا هما هاد العيشه هادي، وهاد العيشه يعني مزيانه الصراحه، ولكن هما غير المشكل ديالهم في الغنم ديالهم، راه الا ما كلاتش الغنم دياله راه كيبات موسوس الراس وما ينعسش كاع، لانك ما ياكلش هو والغنم خصها تاكل. ايوا نتمنوا الصحه والسلامه لينا وليك السي مرزاق، والله يعطيك الصحه. ونتمنى شحال من واحد ما بقاتلوش كاع الغنم، هو ضروري لانك نقار كبير بغى يدخل، لان غادي نقول لكم واحد الكلمه المشاهد الكريم باش غادي تعرف الكسيبه ما بقاتلاش هذا المصطلح، هذه الهضره اللي كيقولوا كيقول لك النعجه كتاكل اختها، النعجه او الخروف كياكل خوه، لان علاش كيمشي للسوق كيبيع واحد القطع ديال النعاج او الخرفان او الماعز او هذا، واش كيجيب؟ كيجيب الزرع لهذوك اللي راهم عايشين، غيكمل عاود كيدي قطع اخر بالفعل ما يبقاش. لان علاش؟ دفع كبير. واه لان تمشي للسوق تدي التوالى، كنقولوا لها حنا التوالى بالدارجه ديالنا، كتديها كتمشي كما كنقولوا للسوق، واش كتقول ملي تكون ماشي للسوق؟ جلب. نجلبوا يعني ماشيين نجلبوا، واش هي نجلبوا؟ نبيعوا الغلم ونجلبوا، يعني نجيبوا معانا العلف للشياه الاخرى اللي راها هنا. المشكل فين كاين؟ دابا ملي كيدي واحد القطيع ديال الاغنام ويبيعوا
ويجيبوا يوكلوا لهذا القاطع اللي باقي وعاود قاطع قاطع بالفعل ما يبقاش السي مرزاق والناس يعني كتولي تحت رحمه الله سبحانه. هذاك الشيء باش حنا كنطلبوا من وزاره الفلاحه والاصلاح الزراعي وكنطلبوا حتى من الدوله ككل بالداخليه بهذا يراعيوا لهذا الجانب ديال هذا الشيء ديال الكسابه ونتمنوا الصحه والسلامه وطول العمر ونطلبوا الله يغيثنا دائما نطلبوا الغيث من الله لان الا كانت ملي كيكون الربيع الانسان ما كيضطرش يدير. ودابا غادي نقدروا ندير واحد المشهد من برا ندير واحد الدويره خفيفه نوريكم فين الاغنام ساكن المراكي ما تاكل راها ناعسه ونقدروا خرجوا ولادي. السلام عليكم. هما كيما هضرنا لكم في وسط الخيمه كنا كنهضروا لكم هانتوما شوفوا الاغلام راها تحت رحمه الله ما عندها لا ما تاكل لا ما تشرب وانتم لدرجه ان جامعها او غادي من بعد يعطيها المياه يعطيها شويه الماء وهذاك الشيء ومن بعد ملي غادي يعطيها الماء الا وكي تقعد نيت حتى العشيه باش يعطيها الماء. سي مرزاق الله يعطيك الصحه سي مرزاق وانتم راكم معروفين بالضيافه ديالكم والجود والكرم ونطلبوا الله يخلف لكم اي صدقه درتوها الا ويخلف بها ربي ونتمنوا باش كيما قلنا سابقا ومازال كنأكدوا في هذا الفيديو يا ودي راه الفلاحه خصهم الدعم راه حنايا في المدينه خدامين وخصنا الدعم فين عدا الكساب مسكين اللي راه كيتحسب فلاح وكساب في نفس الوقت الفلاحه والو هانتوما كتشدوا لا طراس ما كانش الفلاحه لان ما عندهمش الماء اللي هو ظاهري فوق الارض ما كانش الماء كيجري والباطيني البومبات بعاد والارض بعيده ومسائل وخصها بزاف رغم ان كيديروا ديك الطاقه الشمسيه وداك الشيء الا والبومبات كيتغلبوا على حساب المسافه ديال العمق ديال المياه. اخي المشاهد الكريم كنتمنى دائما باش تجي الجانب ديال الكساب ونتمنوا باش تعاونوهم وعاونوهم بالكومونتير ديالكم وبارطاجيوهم الله يجازيكم في جميع القنوات لان الاساس وهو الناس يشوفوا لهاد الجهه ان شاء الله اللي هي جهه ديال الخير. الله اكبر وشكرا على هذا الفيديو والله يهنيكم. شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.